غادي يحتضن هذا المركب اللي حنا امامه، مركب محمد الخامس، جوج ديال المباريات مناسبه ربع النهائي دوري ابطال عصبه ابطال الافريقيه، الاولى بين الرجاء والاهلي والثانيه بين الوداد والشباب الوزداد الجزائري. مع الاسف هذا الشيء اللي سمعناه في الاسبوع الاخير حول الموضوع ديال بيع التذاكر خلق واحد الجدل وكتبت عليه مجموعه من الصحف بخصوص هذا التنظيم. فكازا ابن ارتكبت واحد الخطا وتراجعت لي، الخطا هو انه كانت بغات تبيع التذاكر في الشبابيك مفتوحه، معناه تحدد نقاط البيع اللي تحددت في رشيد وفي محمدي وفي الدار البيضاء، ونسات بانه التعامل اللي هو كيناسب هذا العصر هو بيع التذاكر او اقتناء التذاكر من طرف المتفرجين عن طريق الانترنت. وهذه وسيله كيتعاملوا بها جميع دول العالم، وحنا في 2022 خصنا نتخلاو على ذاك النمط التقليدي. مع الاسف راه شفنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحد مجموعه ديال الجماهير اللي هي كتعاني الامرين، خاصه بمدينه الدار البيضاء، تم الاصطفاف منذ اوقات مبكره ودخل فيها حتى الامن، معناه زدنا خدمه اخرى عوض كنا محصورين غير بالمشجعين، دخلنا حتى الامن تاهو. ولهذا في الاخر لحظه تم تبني المقاربه التشاركيه، النزول الى ارض الواقع والتخلي عن النمط التقليدي اللي هو البيع التذاكر بالنقاط، والرجوع الى الطريقه العصريه اللي هي خصها تواكب التطور المشهد الرياضي، وهي الطريقه ديال بيع التذاكر عن طريق الانترنت. وهذا كازا ايفنت بطبيعه الحال في هذا العمليه اللي قامت بها والتراجع كيبان على انه كاين واحد شويه ديال العشوائيه وكاين واحد شويه ديال الارتجال، وحنا امام مقابلتين مصيريتين اللي غادي يلمعوا الصوره ديال المغرب. راه ماشي سهل باش تلقى الرجل الوداد في الفينال، كان عليها تبنى مقاربه تشاركيه وتنزل ارضيه الواقع وتدخل في مشاركه تشرك بطبيعه الحال الفرق المتباريه اللي هي الرجاء والوداد في قضيه ديال التنظيم وفي قضيه ديال بيع التذاكر، لان المعضله الاساسيه اللي كيعانيها هذا المركب هو الولوج الى الملعب. راه الولوج ما كاينش هناك تنظيم محكم وكتوقع مشاكل سواء على مستوى الدخول سواء على مستوى الخروج. خصني داروا نقط تكون بعيده شويه على الملعب بحال الفلتراسيون، وعلى اللي ما لعبش ما نفكروش حنا في الكود بار، تعطي الورقه ديال الكود بار اللي الورقه اللي هي مسكانيه ومزوره تحيد وتكون متابعه قضائيه باش نوضعوا حد لهذا النوع من الممارسات. مع الاسف حنا مقبلين على مقابله دوليه، وحنا مقبلين على مقابله وربما المغرب غادي يوضع الترشيح ديال الكاس العالم، وباقي كنشوفوا هذا النوع من السلوكات اللي هي كتخدش الصوره ديال الرياضه الوطنيه. حان الوقت بهذه المناسبه، حان الوقت باش الفريقان سواء الرجاء او الوداد ياخذوا شويه الاستقلاليه ويبدلوا واحد المجهود ويقلبوا على شراكات باش يبنيوا ملعب خاص للوداد، وملعب هذاك الاكاديميه اللي كاين ديال الرجاء اللي ما لا علاش ما ديرش فيها ملاعب اللي هي تحتضن المقابلات اللي غتكون بطبيعه الحال الرجاء فيها رسوة. راه حشومه فرق رياضيه وعندها تراكم تاريخي وعندها مشجعين اللي كيفوق العدد ديالهم الالاف، ونجيو نبقاو نعتمدوا على واحد مركب اللي تابع لمجلس المدينه وهو اللي كيوضع التعليمات وكيوضع التوجهات. اذا نتمنوا بهذه المناسبه نتمنوا الجماهير الرياضيه سواء ديال الوداد او سواء ديال الرجاء او الزائره اللي غادي تجي من الجزائر القطر الشقيق واللي غادي تجي كذلك من القاهره او مصر على العموم تحلى بالروح الرياضيه وتبعد على كل الشعارات اللي كتخدش الصوره ديال المغرب والشعارات اللي فيها نوع من التجريح وفيها واحد النوع من السب والقذف. ونتمنوا ان شاء الله باش تعطانا هذا الطبق اللي هو كيريق بالجماهير الرياضيه ولميور كان. هذا هو اللي كنتمناو، ما يكونش ذاك الخدش وما يكونش الفتنه، لان الرياضه قبل كل شيء هي رياضه، هي اخلاق وسلوك. الرياضه ما دارت الا المتعه، ما دارتش من اجل الشقاء. انسان جا باش يتفرج خصو يلقى الظروف مواتيه. هاد كازا ايفنت تسهر على التنظيم وتسهر على باش الولوج يكون مزيان سواء الدخول سواء الخروج، وتحاول تخلق فقرات تنشيطيه داخل الملعب. راه كتستافد بهذه المناسبه، راه كتستافد 15% من المدخول ديال المركب. وهاد 15% رقم يقدر يوصل حتى 100 مليون وزياده. اذا هل النسبه اللي كتاخذ ها هي، ولكن الحاصله مع الاسف المخرجات ديال عمليه التنظيم باقي كنتسناو الافضل. وكنعاود نكرر، حان الوقت لفريق الرجاء والوداد يبني ملاعب مستقله ويحاولوا يسهروا على التنظيم ديالها كفى من تبعيه لمجلس المدينه.